عبد هادي خاطر ما عندناش نبيع وخال ان شاء الله مش بيصير معكم اخوان اخواتكم معنا نسوق السلطات يوم 16/4/2022 غادي نديرو نبداو ان شاء الله مع هاد العجله السابيه كبيره شويه شوف الثمن ديالها الثمن اخويا اش عاطين الثمن عاطين 126 5600 اي العالمي مرحبا به اللي باقي نسالك واحد 700 سير معنا الرئيس ولا الرئيس كل غلاياك الله يسخر الله يسخر ولا جبتي سيره الله يسهلك فيها ان شاء الله تبقى برباح ان شاء الله على العموم مرحبا بكم اخوان واخوات ومرحبا بكل مغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن مرحبا بكل وصبرك الله عليكم الله يسخر هذه السيره تنتوما هاكم بروك الخوت انا تنتع تلجي مشاش البوق ياكل شد البوق ولا تبقاش تحب علينا احنا ما تبارك الله اش عاطينك فيه مزوجات ولا كل وحده واش عاطينا عطينا الكحله بعد ها كحله اش عاطينا عجل هذا؟ عجل 114 او عجلة؟ مية وعشرة اه والله يسخر يا السلام خير ان شاء الله يا اخوان الله يسخر الجميع تعال لي يا جابر اجل زينة اللهم بارك تعال لي زيد تعال زيد انا نمشي صاحبي طور انا صاحبي هذا بس برك ياك مغرب رمضان بنتي هي قالت ياك تحني ربي عيت عيت كتكمي لا ما يكميش طريف طريف بتجيك هي تبارك الله مازال ترضع تاكل وترضع باش نعطوك مزيد خويا خدنا 112 112 مازال ما عطاوكش الربح ما عطاوك والو كاع خويا هو الباترون اه الباترون ريف الله يعمر هذا لا الباترون لا عمر هذا هذيك 24 كنت لي فيها 24 324 6200 بلجيكيه نخليو لكم رقم التليفون تاع عداد هو عندك شي سلعه في الدار ولا والو لا ما عنديش كنبيع انا في السوق من خارج يلا خلينا نبدا لما تبيعات شي 10 6 هي 22 40 40 35 29 23 اصلا غادي نتبرم اصلا بنت البرا عبد هادي راه كيدير عجلات كسابيات كبارات وصغارات وي مجيد هو عبد المجيد والله يسخر الله يسخر عبد المجيد السيد كاين الله يسخر كاين اليوم حراره تبارك الله اخوان اليوم والله يسخر المجيد صح كاعته التصويره تبارك الله واش عاطينك فيها تاي؟ 56 اللي كنطلبو كاع 56 7800 ما عطاوهاش لك ياك؟ اش متبسين معاه؟ 53 كنطلبو 56 53 مضروبة زينة تبارك الله ديال التسبندوب ياك داودية؟ اه التسبندوب زينة تبارك الله هذا جاي انا جاي والله يسهل لك تبيع ان شاء الله الله يحفظك الله يبارك الله يسر ويا الله يسخر مولا الله جبت أقول لي أش عطاوك بعدا بهاد البلجيكية وهضر معايا 320
ولادو. كنت تضحك معايا ولا كنت تضحك عليا؟ لا كنت تضحك معايا. يعطيني الثمن 100 واش 190 لا معزوز هذا ما خرجت هذا ما زيني واه سمعت ياك قال 190 9500 نشوفوا السوق كيداير في العجله نسولوا كيداير الثمن على العموم الدري تاهو الله يسهل عليه الشرقاوي خليل وترسل عندك الصرف صالح ارش باغي اش باغي اش خاص تعال اش باغي نعطيك ترى باقي عاد هما هو انا ديش مزكي فيها بخير بعد الامور هاني بخير الله يحفظك طيب على الفيو هما هذاك 100 واش عندنا 110 اللي عطاهم 110 واش راك صالح واش راك قاطع اخويا رضوان 20 ما كاينش صراحة الدرو كي داير السوق تاع العجله اليوم دروب تمام خويا الشريق الشريق اللي داير السلعه شويه ما خارجاش والله يسهل لك اخويا رضوان الله يسهل لا زين الله يسهل عمونا انت كي داير ارحال لا بين الجوع بين كيفاش لا هو ضريف والله يسهل الله يجيب لك شي دار كبيره اللي داير تهلاو فيها ان شاء الله تبارك الله عليك اللهم يسر الله يحفظك رحال السلام عليكم كي داير بخير وراني الصفحه شويه قاديه مشمشة اليوم راك شوف انت اللي عرقتي عرقنا بزاف كاع ياك عرقتي ان شاء الله تفك السليعه وتمشي ان شاء الله ان شاء الله اقرب وقت ان شاء الله نقسم الله اثيوبيا هذا الشيء اللي كاين خويا رحال هذيك خويا خالصه ب 81 وعطوني فيها 5000 ما بغاش نبيعها واصله 4000 و لا 9300 درهم زيد هذه ايطاليانيه 43 143 عطوني فيها 100 درهم 145 اللي واصله كمل معايا اخي 62 مش خاصه 162 8100 درهم وهذوك مليون وعشر بلديات مليون وعشر الاف لي باش خدتهم تعطاهم شي رباح لا لا ما عطاهمش تحياتي لكم المتتبعين وتحية لكاع المتابعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن مرحبا بالجميع خويا رحال الله يسهل لك واحد عبد الرحمن مع الشيعة الله يحفظك الله يطول عمرك والي انت شي لاباس دوك جيت بوحدك اليوم جيت بوحدي ياك مغلب رمضان والحمد لله لا كانوا في السبيطار من الليل اياه كاين شي سبيط الله يسخر خونا اخي رحال تخلي لهم رقم التليفون يعاودوا ما تباعوش ديما عندك العجله هذه ديما عندي والعيد ان شاء الله توجد شي دروبات ان شاء الله ضروري ان شاء الله ضروري لا قسم الله خلينا الله بحاليش اياه يلا خلي لي الرقم 06 66 44 85 85 62 62 اللهم امين علينا وعليك اخويا نتمنى ان شاء الله يفكم بخير وعلى خير كما قلت لك بالشمس راه مجهده نتمنى ان شاء الله يفكم في اقرب وقت يمشي سهل تبارك الله اشحال اخويا 40 بلجيكيه زوينه اللهم بارك هذه يا اخوان خرجت ب 7300 درهم يلا الله راه نشد فيديو على العموم الله يسخر لهم تبارك الله عليكم اخوت وهما خدمتكم معنا انا ديالكم تحياتي لكاع المتابعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن مرحبا بالجميع الله يحفظكم وعواشركم مبروكه الله يسخر اللهم يسر دري اخوان نقسموا معاكم هنا نتمنى الفيديوهات ديالنا ينالوا الاعجاب ديالكم الله يسهل عليكم
اللي عجبو المحتوى يقول يتابعونا على القناه ما كره الكل. تبارك الله عليكم اخو. شوفوا هذو اللي خارجين تبارك الله. وشحال باش ديتي هاد؟ 114. زينه تاهي ساهل انا موزين والله يصلح حالك ان شاء الله. اللوحه في فيسبوك في اليوتيوب تهلا فيها اسواق الماشيه في المغرب. اسواق الماشيه في المغرب صافي. اللهم بارك الله يكمل بخير.